فاليوم بعد ما انتهينا من رمضان وفي حديث وفي ناس تصطاد في الماء العكر، ماذا تقول لرفيق الدرب طلال مداح بعد هذه السنين؟ يعني الكلمة لك. والله شوف، أنا دائما بقول يا يعني عندما نتكلم عن الفن في المملكة العربية السعودية ننطلق من 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 من, من حاجتين. الحاجة الأولى عندما نؤرخ للموسيقى في المملكة العربية السعودية نبدأ من طارق عبد الحكيم. نعم. وعندما نؤرخ للغناء الحقيقي النظيف والشجي نؤرخ للغناء في المملكة العربية السعودية نبدأ من عند طلال مداح. الله. يعني إحنا جينا نكمل هذه المسيرة، صحيح كان علينا فرض أننا نحن نكمل